عليكم بخير، اموركم هانيه الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم واحد الكيكه بالكراميل وبالكريمه، كنتمنى من الله انها تعجبكم. صراحه هاد الوقيته الدراري الصغار مساكن راك عرفتوا هاد الوقيته كيفاش دايره، كنطلبوا من الله يشوف من حالنا، كيبغيو شي حاجه حلوه. قلت لهم ندير هاد الكيكه ونشاركها معكم وانتم معايا. المهم نبداو في المقادير. عندنا ثلاثه البيضات، عندنا هنايا سبعه المعالق ديال الدقيق مغربل، عندنا ربع كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، تقريبا هنايا سبعه المعالق ديال السنيده، وهادو غنصايب بهم كراميل. عندنا كاس ديال السنيده، كاس ديال الياغورت مسوس بدون سكر، وعندنا هنا جوج خمارات، وعندنا الكاكاو، وعندنا السكر فاني انا غنديرو مع سنيده. وهانتوما معايا. اول حاجه غادي نديروها غادي نوجدو الكراميل. غادي ناخدو كاس ديال سنيده صافي، وغادي نبداو نكراميليزيو. المهم غنخليوه فوق العافيه حتى يبان لينا هاد السكر كله ذاب، ونرجع معكم تشوفوا كيفاش غنديرو. ها هو يا بعد ما داب لينا السكر صافي، غادي نزيدو عليه الياغورت. ضروري مع التحليكة متخافوش منو. علاش انا وجدتو الاول؟ حيت خاصو يبرد، خاصو باش يلا يعقد لينا. صافي تكون البوطه ناقصه. تيبان ليكم بدا كيتقعد صافي، نخليو حتى يبرد. هذا باش نشوفو كيفاش غيجي. هويا الكراميل ديالنا هو كيفاش كيجي دابا. علاش صايبتو هو الاول؟ باش يلا يبرد ويبقى على خاطر خاطر ويتقاد. شوف كيفاش كيجي، كيجي زوين وساهل ودغيا كيتحضر. دابا غادي نحطوه على جنب صافي، وغادي ندوز نصايب الكيك. هنايا البيض درت معاه قبيصة الملح ضروري، صافي. غادي ندير السنيدة معاها الفاني، وغادي نطربهم ونرجع معاكم. بعد ما دربنا البيض والسكر دابا غادي نزيدو الحليب، ربع كاس، وغادي نزيدو الزيت صافي، وغادي نطربهم شويه ونرجع معاكم صافي. بعد ما دربنا جميع العناصر اللي عندنا دابا غادي ندوز ندير الكاكاو، نمشي نحلها. هاهي درت الكاكاو دابا غير ساشيي د الكاكاو، لي بغا يدير جوج يدير، لي كيبغي منو مبارك. أنا عندي غير وحدة درتها، صافي نحركو مزيان. صافي كنبداو نزيدو في الدقيق،
صراحه اي كيكه كنصيبها ما كنشعلش الفران حتى لو كان كنكمل الكيكه ونديرها في المول عاد باش كنشعل الفران باش كطيب لي مزيان. هادشي اللي كندير دائما كل ما الفران كيسخن كل ما حتى هي كطيب وكتجي مزيانه كتجي زوينه. طريقه غادي نطربها مزيان ونرجع معكم باش نديرها في المول ديالها وتشوفوها كيفاش غتجي. ها هو القوام ديال الكيك ديالنا كيفاش جا، كيجي بحال هكا خفيف ما ثقيل ما خفيف. المهم انا راه زدت واحد المعلقه حتى نتوما زيدوها على حساب البيض. صافي غنديرو في المول ونرجع معاكم باش نصايبو واحد الكريمه. دابا ملي طابت ليا الكيك ها هي قلبتها من هذاك المول اللي كنت طيبتها فيه ودرتها في الطبسيل ودرتها هنايا وسقيتها بالحليب. صافي ها هي حتى البارح ما انا صايبتها البارح واليوم خليتها حتى اليوم. كنت خديت واحد لاكريم ولقيتها خاسره ولحتها واليوم مشيت خديت هذه. المهم غنديروا معها جوج كيسان ديال الحليب يكون بارد ومعلقه ديال السكر كلاص. صافي هذا اللوز ايفيلي باش غدا نزوق به الكريمه. صافي غادي نطلعها ونرجع معكم. ها هي الكريمه بعد ما طلعتها. دابا غادي نديرها هنا فوق الكيك. ها هو داك الكراميل اللي صايبت معاكم ها هو شوفوا كيفاش ولا. صراحه ما نكذبش عليكم رصق زوين غير جربوا ما تندموش عليه. ديروا بيه الكيك ديالكم كيجي زوين. وهنايا راه كيف قلت لكم لوز مهرمش. صافي غادي نقاد انا هاد الكريم هنايا ونرجع معاكم. هاي الحليوه بعد ما درت لي هاد الكريمه دابا غادي نزوقها بهاد اللوز. المهم زوقوها باش ما عندكم هاد اللوز انايا محمر داكشي اللي كيتوفر كركاع لوز اي فاكهه عندكم جافه ديروه. من عندي هذا درتو صافي وغادي ندير ليها الكراميل. شوفوا الكراميل 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 وليت كنخرب. هذا كيبقاو كتزوقوا بيه. المهم انا غادي نزوقها ونوريكم كيفاش غتجي. ها هي بعد ما زوقتها بالكراميل. المهم انا درت هذا العويد هذا باش بقيت كنخطط بحال هكا. المهم الا جاتكم شي حاجه غليظه حاولوا ديروا ليها بحال هكا بحال الزواق ديال الملفي. صافي دابا غادي نديها للثلاجه باش تشد ليا في راسها باش منين نحيد هذا يجيني داكشي هو هذاك ونرجع معاكم باش تشوفوها كي جات. هاي الحلوه بعد ما خرجتها من الثلاجه نسيت كنت غنقول من الفراغ. صافي غادي نحيد لها هذا. صافي ها
انتم شوفوا كي كتجي زوينه. بغيت نزوقها بهذاك الكراميل اللي بقى ليا، غادي نديرو هنايا في الجناب. المهم بلاش انا غنجيبو، ها هي هذا الكراميل اللي بقى ليا، نشدو غادي نزوق به هنايا. صراحه الدراري ما نعاودش لكم، دايرين لي حال قال لك والو ماما راهي راهي دابا دابا ناكلوها دابا كيعزيز عليهم هادشي. صافي زوقوها باش ما بغيتو، هادي غير فكره. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكيك اللي حضرت معكم اليوم، ساهل ودغيا كيتوجد وما فيش المقادير بزاف. وفرحوا به وليداتكم في هذه الفتره اللي حنا دابا فيها، كنطلبوا من الله يدير لنا شي تاويل، وكنتمنى انه يعجبكم وينال اعجابكم. ونقطعوا معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. بسم الله، انتم اوه ما عرفتش شنو درت هنا، بغيت نكسرها. اوكي صافي، ها هي كيفاش كتجي. كتجي زوينه، كتجي الكيكه نيت كيكه وفيها الكريمه من الفوق. كنتمنى من الله ان هذا الشيء يعجبكم وينال اعجابكم وتجربوه. بسلامه عليكم ومبروك عواشركم، مع السلامه.